هل الزمالك تأثر برحيل إمام عاشور ومين هيبقى إيه الأهداف خلال الفترة اللي جاية؟ يمكن الفترة اللي فاتت على المستوى الحالي النتائج ما كانتش أفضل حاجة والأداء، بس مرتبين إزاي وإيه أنتوا دوركم اللعيبة طبعا مع الجهاز الفني خلال الفترة دي وبداية من مباراة بكرة قدام شباب بوزداد الجزائر؟ النتائج بتبقى شيء واضح يعني احنا طبيعي عارفين مش احسن من الشباب، ان شاء الله بكره البدايه الجديده اللي بطوله جديده جايه على النادي بقى لها فتره بتكون بدايه خير ان شاء الله. This is a teacher. لا بروفيسور من اللعيبه. اذا بريمير فيش تلبيس كان بريمير فيش من يوم كونفرنس الامبريس. هو قال لي اول مره يجي مؤتمر صعب. ايه؟ صح؟ Para ele é mais fácil jogar do que falar. Joga bem, joga muito bem, mas fala muito bem. O que é que ele disse? Ele disse em relação à preparação pela competição africana, que este título está longe daqui há tempo, então vamos fazer tudo para conseguir a conquistar. Está feito, está dito. O que é que ele disse? A coisa ainda não é uma coisa que não é. O que é que سؤال للبروفيسور فيريرا، عن الفترة الأخيرة كان في بعض الأمور اللي هي يعني مش على النحو الأمثل في النادي، سواء على مستوى النتائج أو على مستوى تسجيل اللعيبة وتغيير بقى على المباراة، فإزاي هو هيحاول فترة ضيقة جدا إن هو يخرج اللعيبة من المباراة؟ كان في برج العرب، ده كان في برج العرب بعدين رجع، فإزاي يعني لما كل الظروف الضبابية اللي كانت بتحيط يعني بالفريق الفترة دي، إزاي هو هيحاول يخرج اللعيبة؟ الظروف الاداء حضرتك شايف الاداء من ناحيه الاداء النتائج ومن ناحيه ال وكان في مشاكل اداريه اللي هو تسجيل اللعيبه وملعب المباراه يعني كان فيهم السؤال هو ازاي الكوتش منتلي محضر اللعيبه المباراه زي دي خصوصا بعد الاجواء المباراه اللي زي Então, estava falar primeiro dos últimos resultados, já depois dos últimos resultados e da recuperação do campo da Alexandria para o Cairo. E nessas circunstâncias todas, como é que o próprio está a preparar a equipa para entrar nesta competição africana? Bem, todos nós sabemos a colina afim os últimos resultados do Zamalek têm sido maus. A Nerva até inglesamente tem de sair, a Mica Chegaída. Não é fácil explicar o que aconteceu. Neste mês, já não está aqui no Hassel. Neste mês passou. Fechado ele feito. Mas na nossa vida, no futebol. Mas se reata, não corta o coro. Há coisas que às vezes não são muito fáceis de explicar. Quem reata, neste mês, já não está aqui. Nós estamos a discutir os problemas. احنا مش بنتناقش دلوقتي في المشاكل ماشيين تنتار انكونترار السولوسيون بس اللي بنشتغل عليه احنا نوجد الحلول للمشاكل ما بدناش نضيع وقت تيمبو ما ينفعش نضيع وقت ندسكوتير الحديث والنقاش في اللي حصل تنتار سوبيركس باسو ونحاول نفهم ايه اللي حصل